بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رادة جيل. النهاردة الحلقة هتكون شيقة جدا، هنسلط الضوء على قرية البراجيل في بعض الأمور الهامة جدا جدا احنا محتاجينها ونناقشها في قرية البراجيل. علشان كده لازم نجيب طبعا الخبير في التنمية المحلية الدكتور علاء فتحي. دكتور علاء فتحي معروف، تقلد مناصب كتيرة، كان رئيس مجلس ومدينة سيدي سالم كفر الشيخ الأسبق، وكان رئيس مجلس ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة الأسبق، وطبعا كان رئيس قطاع متابعة تنفيذ المشروعات بمحافظة الجيزة الأسبق. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، منورنا ومشرفنا. الله يخليك. إن شاء الله النهاردة هنتعايش مع حضرتك، عندنا مشاكل كتيرة، عندنا أمور كتيرة، محتاجين خبرات حضرتك الكبيرة في مجال التنمية المحلية. في بعض الأمور كتير محتاجين نسلط الضوء عليها تهمنا وتهم جميع المواطنين، ولكن نستسمح معليك هنطلع لفاصل ونرجع تاني، فانتظرونا. أهلا بكم مرة تانية السادة المشاهدين. وطبعا مصر بتعيش عرس في الاستحقاق الانتخابي الجديد في مجلس الشيوخ، وكنت عاوز طبعا استفاد من وجود الدكتور علاء فتحي. شايف ايه في مجلس الشيوخ القادم يا دكتور؟ ان شاء الله خير. ومجلس الشيوخ اصلا في وجوده ضروره ملحه بالنسبه للتشريع القانوني في جمهوريه مصر العربيه، ومرحله من المراحل المهمه جدا في تشريع القانون، وده اللي هيعمل الاستقرار اصلا لبعض المشاكل اللي موجوده في المجتمع المصري، وبيحط المواطنين وجميع الفئات بتاعت الشعب في طائله القانون. ازاي يعني القوانين بتنظم سبل الحياه اللي في قلب المجتمع. بادي انزبيد لابد من وجود المجلس الشيوخ، بنحس من قوته التشريعيه بمناسبه وخبراته دكتور اللي بتبقى موجوده فيه. بمناسبه الاستحقاق الانتخابي الجديد مجلس الشيوخ، معانا الزميل الاعلامي مصطفى ابو عطا. الو الزميل الاعلام مصطفى، اهلا بك يا دكتور. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ كله تمام يا دكتور؟ كله تمام، كل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير يعني. واحنا خلاص يعني كلها ساعات وداخلين على معترف انتخابي منذ عام 2008، وده يدل يا دكتور احنا زي ما انت حضرتك اتكلمت كده ان احنا داخلين في فتره من فترات الانجازات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فتره تطور جديده جدا، وهي حياه سياسيه جديده بجانب تحديات ايضا اللي احنا شايفينها خلال الفتره اللي فاتت. طيب الاستاذ مصطفى، شايف ايه النهارده في المشهد السياسي، خاصة واحنا خلاص قربنا على مجلس الشيوخ وعلى استحقاق جديد مجلس الشيوخ، خاصة في محافظة الغربية، وشايف ان في منافسة شرسة ما بين 30 مرشح، وطبعا ان في العنصر النسائي الوحيد الدكتورة شيماء دومة، وشايف ان في يعني دخولها بقوة، شايف ايه حضرتك بالنسبة للغربية بالنسبة للاستحقاق الانتخابي ده؟ المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، بجانب ايضا المحاسب محمد العربي الامين العام لحزب مستقبل الوطن محافظه الغربيه، وبعض الاحزاب الاخرى ضمن الائتلاف اللي هو القائم ال 11 حزب على مستوى الجمهوريه. دكتوره شيماء دومه مما لا شك فيه انها العنصر النسائي الوحيد على مستوى محافظه الغربيه، وهي تنتمي الى مركز مدينه بسون تابع لمحافظه الغربيه، وهي لا تواجد خلال الفتره اللي فاتت في الشارع، خاصه ايام ازمه كورونا كان ناس كثيره جدا بتتكلم انها كان لها دور رد فعل قوي جدا، وكان لها تواجد ايضا مع متوسط المواطنين، وايضا هي الممثل الوحيد للعنصر النسائي خلال هذه الانتخابات. وده يدل ان الفتره اللي فاتت لو انت متابع يا دكتور الحياه السياسيه والمشهد السياسي بوجه عام في ظل اتحاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا شايفين دور المرأة قد إيه الرئيس والقيادة السياسية مدعمها، وأيضا شايفين قد إيه الرئاسة والقيادة السياسية مدعمة الشباب، ويعني في اتحاد كبيرة جدا. أكيد أكيد أستاذ مصطفى، المرأة المصرية أثبتت كيانها وأثبتت ودت رسالة لجميع نساء العالم
بأن المرأة المصرية تستطيع وتقدر أن تغير الكثير، وهي فعل المرأة المصرية غيرت. وإحنا حابين نشكر الدكتورة شيماء دؤمة طبعا لاشتراكها، خاصة أنها العنصر النسائي الوحيد. فشايف حضرتك إيه الرسالة اللي توجهها الأهل الغربية بالنسبة للدكتورة شيماء دؤمة؟ أنا رسالتي بوجه عام لمحافظة الغربية، إحنا لازم ننزل نشارك في الاستحقاق النيابي، انزل صوت وانزل شارك واختار زي ما تختار. الدكتورة شيماء دؤمة العنصر النسائي نتمنى لها التوفيق، وهي في بلدي في مركز منزل بسيونة، نتمنى لها التوفيق. وأيضا أتمنى لبعض الزملاء والأصدقاء المرشحين الآخرين على رأسهم سيادة اللواء إيهاب الجميل مرشح الحزب المستوى الوطني وغيرهم من الشخصيات السياسية المحترمة الأخرى، أتمنى الالتفاف حوالين القيادة السياسية أيضا خلال التحديات الصعبة اللي احنا بنمر بيها في الفترة. وأيضا أتمنى يعني يكون نسبة الترشيح عالية جدا، ده يدل على في مرحلة وعي، في مرحلة تغير سياسي وثقافي خلال الأونة الأخيرة. أتمنى التوفيق إن نصل إلى مرحلة سياسية يشهد لها العالم كله تحت القياده السياسيه الحاليه. الزميل الاعلامي المحترم مصطفى ابو عطا، انا بشكرك على المداخله ديت. واكيد محافظه الغربيه بتشهد منافسه شرسه بين 30 مرشح، وطبعا العنصر النسائي الوحيد الدكتوره شيماء ودوم. نتمنى للجميع التوفيق، كما نطلب من محافظه الغربيه وجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه ان هم ينزلوا بقوه، لان دي صوره مصر، واكيد المنظر ده يهمنا في الخارج، واكيد المحافظه على المشاركه في الاستحقاق مجلس الشيوخ. بشكرك الاعلام المحترم مصطفى ابو عطا، وشكرا لحضرتك. وارجع للدكتور علاء، شايف ايه يا فندم؟ متكلم كمل كلام حضرتك عن الاستحقاق الانتخابي، وايه الرساله اللي توجهها للمواطنين؟ انا اتمنى من جميع المواطنين ان هم يشاركوا بدورهم الانتخابي في ادلاء بالراي ومشاركه في الانتخابات، ومحدش يضيع صوته بحيث ان هو يقول رايه. مش هيقدر اي حد في انه يصلح جميع المشكلات بتاعه الحياه اليوميه والحياتيه ان احنا بنقابلها يوميا الا اذا اختار المواطن المرشح المناسب اللي يقدر يعبر عن صوته في المجلس ويحط القانون الصحيح اللي يتلائم مع المواطن وظروفه الطبيعيه وظروفه الاقتصاديه وظروفه الحياتيه. دكتور، احنا عندنا مشكله كبيره جدا بتقابلنا في حياتنا، خاصة حضرتك خبير التنمية المحلية وتقلدت مناصب كتيرة، وحضرتك ليك باع جامد في يعني في الشغل المحلي، وليك شغل جامد معروف وواضح للجميع. وحضرتك خاصة ان انا طبعا ابن مركز ومدينة اوسيم، وحضرتك كنت عندنا في المركز وكنت رئيس مركز ومدينة اوسيم. في بعض المشاكل بتقابلنا، وللأسف بعض الشباب بيحسوا ان حل المشكله ديت تبقى من خلال السوشيال ميديا، ان هو يشوف مشكله معينه فيتصور قدام منها. طبعا لو معاه 1000 صديق على الصفحه يا دوب هم اللي بيشوفوه بس، وظن كده ان المشكله اتحلت او المشكله كده خلاص وصلت للانتهاء او داخله في الحلول، ولكن المسؤول نفسه او المسؤول عن حل المشكله ما وصلتوش المشكله. فشايف ايه حضرتك في التعامل مع المشاكل زي دي؟ والله المشكله ان هي يعني ليها عدة جوانب. أولا بعض الشباب وخصوصا في المواطنين المعاصرين في المشاكل اليومية في المناطق الريفية زي أسيب مثلا كده على سبيل المثال، إن هم بيتقلدوا دور البطولي بعض الأحيان، وبعض الناس بيبقى ليها أغراض يعني خفية مش ظاهرة. ان هم احنا ممكن نقول شباب عنده دفع شوية فبيعالج ممكن الأمور ليس بأمور علمي، فبيعتبرها من خلال السوشيال ميديا تقريبا البعض منهم كده. لكن للاسف ان هم زي ما قلت حضرتك في المقدمه، ان هم ما بيقدموش مشكلتهم في قناه شرعيه اللي ممكن تحلها لهم، لان ما فيش مجتمع من غير مشاكل، كل المجتمعات فيها مشاكل، فسواء مشاكل مواصلات، مشاكل مدارس، مشاكل تليفونات، مشاكل مجاري مائيه، صرف صحي، طرق، فكل دي فيها انواع مختلفه من المشاكل. للاسف هو بيعتبر ان هو بيعبر عن صوته، وانا عانيت بعض الاحيان من اثناء خدمتي في مركز ومدينه اسيم من النوعيه من الشباب دي، بالرغم من اني كنت بفتح لهم مكتبي في ال 24 ساعه. ممكن نقول النوعيه دي موجوده في كل الاماكن موجوده يعني. بس هو البعض فعلا بيبقى عايز يقول. طبعا بنبعت تحيه خاصه لمركز مدينه اوسيم جدا ده مركز جدا ومدينتي جدا، وانا بحب حضرتك جدا وانا بحبهم جدا. بس انا بقول لبعض اللمسات انا الحمد لله لما كانت بتبقى بان مشكله كنت بقف على راسها بنزل.
بنزل مع الجمهور في الشارع تحت ومش بعمل دعايه، لان انا انهيت مده الخدمه الحكوميه والحمد لله رب العالمين على خير. لكن انا بقول اخر منصب حضرتك نهيت فيه الخدمه كان ايه يا فندم؟ والله انا تقدمت يعني من بدايه تعنيني سنه 85، وكنت في جهاز اسمه جهاز بناء وتنميه القريه المصريه، وكنت اخصائي تقييم مشروعات، وبعدين تدرجت في عده ادارات، دخلت في صندوق اسمه صندوق التنمية المحلية، وكنت وصلت فيه لدرجة كبير أخصائيين دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الصغيرة، وبعديها دخلت في قطاع اسمه قطاع التفتيش، وتقلدت فيه لحد مدير عام، مدير عام التفتيش الإداري، وقعدت فيه حوالي 5 أو 6 سنوات. وبعد كده تقلدت رحت تقدمت في مسابقات للحصول على ترقيات، وخدت رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وبعديها تم نقلي إلى محافظة الجيزة، وتقلدت فيها منصب رئيس مجلس ومدينة أسيم، وبعديها اتنقلت لمحافظة الجيزة ممثلا في قطاع متابعة، رئيس قطاع متابعة تنفيذ المشروعات. طيب الحمد لله يعني، وأنهيت خدمتي في 19 في شهر 4 ابريل في 2019. هتشرفنا حضرتك يا دكتور، وطبعا حضرتك تاريخ كبير، واحنا جايين النهارده عشان نوضح للسادة المشاهدين بعض المشاكل بتقابلنا، ولكن طريقة الحلول معاها ما بتبقاش بالطريقة القانونية. يعني واحد يتصور جنب مشكلة وينزل على السوشيال ميديا ويهاجم، طب انت ايه الورقه او ايه الطلب اللي انت عملته او وصلت للمسؤولين؟ هل مجرد النهارده ان انت رفعت تليفون او مثلا اتصلت او عملت مكالمه تليفونيه واتصلت بالمسؤول؟ لا، احنا النهارده عندنا اجراءات كتيره، واكيد عندنا تقارير، واحنا دلوقتي في حاليا دلوقتي هنذيع تقرير ان شاء الله يعني بعد قليل هيقيمه الدكتور وهيشوف ايه طريقه التعامل مع حل المشكله ديت. دي مشكله منتشره جدا مع الشباب يا دكتور، ومنتشرة مع كثير من الناس، ان هو يفضل يتكلم او يفضل يصرخ بسبب المشكلة، ولكن المشكلة ما بيقدرش يوصل للحلول بتاعتها بالطريقة السليمة. معانا تقرير دلوقتي يا دكتور، استسمح معليك هنطلع نشوف التقرير. سادة المشاهدين انتظرونا، تقرير مهم جدا من قرية البرجيل، فانتظرونا ثم نعود للدكتور مرة ثانية. وما زلنا في قرية البراجيل ومعاناة أهالي البراجيل، بيعانوا من مشكلة في 2020 مستحيل إن هي تكون موجودة، مشكلة الصرف الصحي. ودلوقتي إحنا هنلتقي مع المواطنين لنسمع شكواهم ونسمع رأيهم في المعاناة دي. عبد الحافظ علي، طب ايه شكوتك اللي بتوجهها للساده المسؤولين؟ احنا شكوتنا ان احنا بقالنا من ساعه ما دخلنا الصرف الصحي وفي مشكله بتدفع باستمرار، نروح نشتكي يقول احنا مش مشكلتنا، احنا علينا دخلنا لكم الصرف الصحي وده اهمال منكم. لا، ده مش اهمال مننا، ده غلط في الخط من اساسه. رحنا اشتكينا في الاداره، ونروح لبتوع المشكورين بتوع اللي هم التسليك، بييجوا بيسلكوا لنا، بس المشكله مستمره لان في غلط في الخط نفسه. المشكله دي بلد قايمه بلد، المشكله دي من ساعه ما اتعمل الصرف الصحي، من يوم ما اتعمل يا دوب ان هم بيوصلوا ولقينا الميه ردت علينا على طول. ما هي على طول كده بتبقى ضربه المجال، الناس مش عارفه تمشي وعلى طول بتضرب كده، والبيوت زي المصفى، البيوت عماله تنزل في ميه وعلى طول المجال دي ضربه على طول. ايه رسالتك للساده المسؤولين؟ عاوزه تقول لهم ايه؟ يهتموا يعني بالحاجات دي عشان ده مرض برضو، والناس عندها اطفال ويهتموا بيهم، يهتموا يعني بالحاجات دي. ليلى لبيب عبد العاطي. طب ايه المشكله اللي بتعاني منها؟ المشكله بتاعت المجاري دي ما بتنشفش خالص، وتحت البيوت ميه مخزنه، وبنجيب ونروح نشتكي وبييجوا يسلكوا ويعملوا وزي ما هي. يعني انتوا بتشتكوا وما حدش بيسال؟ لا، وزي ما هي كده. المشكله دي بلدي، المشكلة دي من أول الصرف ما دخل. فتوح إبراهيم أحمد.
طيب المشكله اللي انت بتعاني منها دي ايه بالظبط؟ عاوزك تشرحها للساده المسؤولين. احنا رحنا كذا مره حكايه المحطه ما حدش بيسال فينا، الناس كانت بتعيد واحنا كنا بننزح المياه بتاعه المجاري، فاحنا صراحه احنا تعبين في الموضوع حكايه المجاري. المشكله دي قايمه بقى قد ايه؟ لا ده لها فتره، لا دي سنتين ثلاثه على الوضع. لما بتروح للسيد المسؤول بيقول رده عليك ايه؟ يقول لك احنا جايين وراكم ما حدش بيجي. مهرشات. ايه الشكوى اللي انتوا بتعانوا منها في الشارع؟ الشكوى المجاري دمرنا البيوت وهي جديده بوظتها، والعيال كلهم حساسيه. جينا نشتكي في هنا الوحده قال لها مالناش دعوه، ما حدش مهتم بينا خالص. المشكله دي قايمه بلد من ساعه ما المجاري اشتغلت ما حدش سائل فينا. طب ايه رسالتك اللي توجهها للساده المسؤول؟ رسالتي اللي هي المجاري تتصلح، احنا بشر، احنا زي البني ادمين دول، ولا غاز داخلنا والكهرباء ساقطه والدنيا هنا بايظه خالص. أظن رسالة المواطنين وصلت، فأنا بشكر حضرتك. أنا حمدو محرز. طيب حضرتك إيه المعاناة اللي بتعانيها هنا وإيه المشكلة بالظبط؟ المشكلة إن العيالات المجاري من ساعة ما طلعوا المجاري هنا سيادتك كل يوم تدفع كده العالم تبقى ماشية في بحر، وفي أطفال بتعدي برضه مية وحشة مية ما ترضيش ربنا. شوف الريح، أنا عشتك شوف الريح، أنا عشتك أنت كده الكربون دي بك برضه العيل للنظر لأي حاجة للنظر كده كل يوم. طب إيه رسالتك للسادة المسؤولين؟ السادة المسؤولين إن أنتوا داعي ربنا يبارك لكم ويديكوا طولة العمر، اخدموا الأطفال دي، الأطفال الصغيرة بس عشان النظر وعشان مثلا العين وكل حاجة، واخدموا البلد اخدموا البلد. شوف الموقف، شوف البيوت مش الأشياء ازاي تقع البيوت ديك، البيوت دي تقع خمس ست بيوت همك يقعم، ما رضيش ربنا. في أطفال فيهم، في أطفال وفي عيال صغيرة وفي كل حاجة. أظن الرسالة والوجيعة اللي داخل كل مواطن أظن وصلت دلوقتي للسادة المسؤولين. أنا بشكر حضرتك. الله يحفظك يا باشا، وربنا يديكوا طول العمر ويكفيكوا شر المرض، تنقذونا من المشوار ده عشان الأطفال بس، الأطفال صغيرة بتعدي بتجيب كيس سلسي من الحاجة ديك، بتجيب أي حاجة ما تعرفش. بنتي وقعت امبارح، بنت كبيرة متجوزة وقعت امبارح في المجاري. أنا بشكر حضرتك، وانتقلنا بصوت الصورة كاميرا إرادة الجيل، فانتظرونا. علي عبد الرحمن علي. ايه المعاناة اللي بتعانيها في الشارع؟ المعاناة ان احنا اول بيت هنا اتبنى وتركبت المجاري والبيت بتاعنا واطي، فطبعا عشان ما بتتسد بتبص تلاقيها تروح جاية من الغرب ومن الشرق تروح نازلة عندنا احنا عشان بيتنا احنا واطي يعني ما. فطبعا احنا كذا مرة روحنا القطاع قال لك احنا بتوع تسليك، ورحنا هناك على الوراق عشان نعمل شكوى، فعملنا الشكوى قال لك دي هتتكلف 100,100. فطبعا الناس الموجودين ده هنا كلهم الناس غلابه ما يقدروش يدفعوا، طبعا كنا عايزين نعمل مواسير نمشيها على الغرب عند بياره عرابي، وطبعا احنا طبعا لما لقينا العمليه متكلفه كده والناس غلابه هنا ما يقدروش يدفعوا رحنا سكتنا. فطبعا كل شويه تتسد وتغرق لنا، تمشي من تحت البيوت وتغرق لنا قدام البيوت. المياه دي قائمه بقى لها قد ايه كده؟ المياه دي من بقى لها على كده خمس ايام. يعني المشكله دي بس بقى لها خمس ايام؟ لا دي هي قبل كده بتحصل. بقى لها قد ايه تقريبا؟ هي كده قدامنا يعني بتاع يمكن بعد المجاري على طول ما عملوها. شوف المجاري بقى لها يجي 20 سنه. 20 سنة المشكلة دي؟ سنة المشكلة دي. مفيش حد من المسؤولين بيجي ولا أي حد يجينا ولا أي حد عمل أي حاجة، وإحنا عمالين نقول لهم يا جدعان أول ما تيجي تتسد ما يسألوش فينا لغاية ما تغرق قدام البيوت وتنزل من تحت البيوت. رسالة حضرتك وصلت، أنا بشكر حضرتك. عفوا يا حبيبي. you
أظن في سنة 2020 وفي ظل في الإنجازات اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على إسعاد المواطن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، أظن في 2020 ما ينفعش المواطن يعيش بهذا الشكل. الصرف الصحي وإحنا في 2020 والكباري بتتعمل ومشروعات عملاقة بتتعمل، ما ينفعش المواطن المصري وتحديدا المواطن البراجيلي يعيش بهذا الوباء وفي هذا المرض بسبب الإهمال الصرف الصحي. انتقلت كاميرا إرادة الجيل بصوت وصورة واستمعنا لشكوى المواطنين والرسالة أظن وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم مرة تانية السادة المشاهدين، وأكيد بعد ما سمعنا التقرير المشكلة دي تحديدا يا دكتور موجودة بشارع إمام لزعر بالبراجيل، وحضرتك طبعا خدمت في أوسيم وكنت رئيس مركز مدينة أوسيم، والبراجيل كانت وما زالت تابعة لمركز مدينة أوسيم. المشكلة أكيد حضرتك شفتها، شفت المعاناة المواطنين بيعانوا. إحنا في 2020 يا دكتور، تقول إيه؟ هو المشكلة دي أنا لمستها فعلا وكنا حطينا، بس قبل ما نتكلم على المشكلة لازم نشوف أسباب المشكلة. المشكلة الدولة ما ادخرتش جهد إنها توفر خدمة الصرف الصحي في قلب المنطقة دي بالذات، والحمد لله أسيم تعتبر من القرى أو البراجيل. من المدن يعني أسيم والبراجيل بكل القرى اللي تبعها، يعني سواء بشتيل، الكم الأحمر، البراجيل، بورتوس، الحمد لله ان جميع القرى بمدينه اسيم مخدومه بخدمه الصرف الصحي. للاسف المواطن بيستعجل الخدمه، يعني الدوله كان ماشيه تبع خطه استثماريه، والخطه الاستثماريه دي سنويه بيتوفر لها اعتمادات من الدوله. يا دوبك الدوله حطت الخط بتاع الصرف الصحي ولسه ما افتتحتوش، بدا المواطن هنا يعمل التوصيلات المنزليه. المفروض التوصيلات المنزليه دي بتيجي بطلب من كل بيت وبتتوصل بطريقه هندسيه معينه عشان ما يحصلش اختلاف في المناسيب ويظهر الميه دي بترد تاني على البيوت مره تانية. دكتور، على النهارده احنا في زمن انجازات، تمام، مشاريع عملاقه موجوده، والنهارده انا عندي الشارع ده وعندي اولادي بيروحوا المدارس، عندي اولادي النهارده موجودين والميه البيوت قربت تقع. انا شفت المنظر، منظر صراحه فظيع. انا لم اتوقع ان في قريه البراجيل اللي هي قريتي اتوقع ان انا كنت اشوف منظر زي المنظر، وخصوصا البراجيل يعني كقريه وفيها عائلات وقادرين على الحل على فكره، لكن للاسف هم استعجلوا الخدمه وعملوا المشكله. المشكله اصبحت قائمه دلوقتي، واحنا الحمد لله رب العالمين. لا ايوه، بس انا على ما اتذكر يعني لسه السنه اللي فاتت ويمكن كمان ايام قليله في الفتره دي هيفتتحوا محطة رفع في عند منطقة السفيرة، ويمكن انت من البراجيل وعارف المنطقة السفيرة دي. السفيرة جنبنا أوسيم. ايوه بالظبط كده. لكن بتخدم المنطقة دي بالكامل بحيث انها بتسحب مية الصرف الصحي في المنطقة دي بمحطة رفع وبتقدر تضخها. طيب في محطة المعالجة. انا النهاردة لسه استنى لما محطة رفع تتعمل، والنهاردة انا بعاني. ما هو ده الحل يا دكتور. طيب دلوقتي حاليا ايه الحل السريع اللي نقدر النهاردة نعمله او نوصل للناس دي ان يبقى ما فيش مية زي دي تاني؟ هو بيقولك بتتسلك وبعد ما بتتسلك بتتسد وترجع تاني. ما هو يبقى هل تم الانشاء المشروع نفسه؟ خطأ في خطأ في الانشاء نفسه؟ لا يعني النهاردة انا قلت لك البيارات دي حضرتك عمقها يكون قد ايه؟ لا هو الخطأ في التوصيلات المنزلية، الخطأ موجودة في التوصيلات المنزلية. بس السادة يا فندم لما بيحصل في يعني في البيارات نفسها، ما لو في المنزل انا النهارده اللي حصل عندي حاجه في المنزل يا دكتور هترد عليا انا؟ ايوه في بيتي. ولكن ده البيارات الرئيسيه نفسها اللي هي بتاعه الشوارع نفسها اللي عليها الغطا نفسه بتاع الصرف الصحي، انا شفت الغطا عشان ده مش اهالي، ده غطا صرف، تمام، بيتسد النهارده والشارع ده بقى له سنوات. أيوه. مفروض انا كمواطن ايه الاجراءات القانونيه اللي اخد؟ انا مش النهارده مش عاوز كلام، انا مش عاوز النهارده مثلا انا اطلع اتكلم او اطلع على السوشيال ميديا اتكلم او اطلع على وسائل الاعلام اتكلم، انا عاوز حلول. ايه الطلب اللي اقدر نعمله مع اهالينا ونبدا نتصرف ازاي عشان يبدا يبقى في تدخل سريع؟ طبعا انا بشكر المجهود اللي بذله البرنامج علشان يصور المشكله ويقف على حلولها.
لكن المشكلة ما بتنتهيش على التصوير والعرض، لكن تمام. لابد من ان المواطن يوصل صوته للجهة المسؤولة. تمام. نعمل ايه يا دكتور؟ رقم واحد اعمل ايه؟ الجهة المسؤولة هنا هيئة الصرف الصحي. الصرف الصحي. وموجود ادارة الصرف الصحي ومديرية الصرف الصحي في قلب منطقة الجيزة وفي قلب مدينة قسيم وقايمة باعمالها. ثانيا يعني علشان نعالج المشكله دي لازم نوكلهم هم في اصلاح وصيانه الوصلات المنزليه. طيب دلوقتي يا دكتور انا هوكله النهارده، هو طلب مني النهارده مبلغ، قال لي والله على حسابك مثلا مبلغ طلع 100,000 120,000 والناس بسيطه، يعني الناس اللي في الشارع دوت مش ممكن يوصل للوصله المنزليه. على فكره ما بتوصلش للمبالغ دي لان البنيه الاساسيه اللي محطوطه تخدم 20 سنه قدام. طيب لو المشكله يا دكتور نفسها في البيارات الرئيسيه اللي هي اساسا منشاه اساسا على ايد على الصرف الصحي اللي هم انشاوها، لو المشكله فيها المفروض يكون الحل ايه؟ الحل ان هم اصلا ان هم هيشيلوا الخط كله، لو الخطا من عندهم هيشيلوا تمام. الخط كله وهيغيروه من على حساب الدوله. طيب لكن نعمل ايه الخطوه يا دكتور الاولاني؟ هل نقدر نعمل مذكره مثلا، حضرتك تدينا الصيغه بتاعتها ونرفع المذكره دي لمثلا هيئه الصرف الصحي بحيث يبداوا يتدخلوا ويشوفوا المشكله دي تمشي ازاي؟ هي مش محتاجه صيغه على فكره، دي امور عاديه جدا طبعا. بحيث ان هم بيقدم الشكوى في الطفح المجاري دوت، ويمكن صور من الكلام اللي اتعرض النهارده ده تروح لهم وهم بيفهموا المشكله. عندنا مهندسين على درايه وعلاج المشاكل دي بكفاءه عاليه جدا، ويمكن يبقى في امضاء لاهالي الشارع نفسه بالظبط كده، وبيشوف الجهه اللي هو يعني مثلا انا حضرت مشكله زي كده ببورتوس وحضرت مشكله زي كده ببشتيل، وكانت الجهه بتاعه الصرف لا تتوانى في حل المشكله. طب يعني لو مشينا يا دكتور شرعي في حل المشكله ديت، في خلال قد ايه ممكن تتدخل هيئه الصرف وتخلص لنا المشكله دي؟ الناس بتعاني بقى لها سنين. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي هو في محطه رفع في منطقه الصفيره دي جارف يعني نهايتها في ايام معدوده. انا لما كنت في الخدمه انا مدرك وعارف ان القصه دي يعني قابلتها عده مشاكل علشان توفير قطعه الارض اللي موجوده اللي تتعمل فيها المشروع لحد ما سلمنا الشركه الكلام ده. انا النهارده بعيدا عن محطه الرفع، النهارده انا شايف ان اغلبيه شوارع البراجيل ما فيهاش الماساه دي. يعني بنسبه 99% شوارع البراجيل 100 100. تمام. المشكله عندي في الشارع ده بس. ايوه بس ما انا قلت لك، ما انا قلت لك عشان التوصيلات المنزليه الخاطئه. تمام، بس التوصيلات المنزليه الخاطئه هيرد على منزلي، مش هيبقى في الشارع بالطريقه. ما هو رادد في المنزل وفي الشارع فعلا، هو رادد. ما هو رادد بيرد فين؟ بيرد في الفتحه بتاعه البلاعه اللي قدام بيته، اللي بيت قدام باب بيته، اللي هي ما بتستوعبش كميه المايه اللي بتضخ من قلب البيت نفسه فبتقري في الشارع، وبيحصل كده. يعني هو صاحب المشكله والمشكله بترد عليه، لكن هي للاساس بالامانه دي مشكله يعني ممكن حلها وتداركها ببساطه مع وجود الخطط الاستثماريه اللي كل سنه بتعمل اضافه. يعني عندنا عده مشروعات، وعلى ما اتذكر منها محطه الرفع اللي عند الصفيره، وكمان في مناطق عديده وشوارع كبيره انت جدا. انت شايف يا دكتور دلوقتي اللي احنا بدايه نرفع مذكره تمام نوجهها لاداره الصرف الصحي في منطقه قسيم في منطقه قسيم. ايوه. طيب لو انا عملت كده وما استجابوش اعمل ايه؟ ارفع فين تاني؟ يعني ايه للمديريه والمحافظه. المديريه وبعد كده المحافظه. وطبعا ردودها هتبقى سريعه. لا، المديريه والمحافظه على بارالايز يعني في التوازي. في توازي واحد. تمام. احنا بنطمن شارع امام الازهر في البراجيل، المشكله مش ان احنا نسلطها اعلاميا بس، لا احنا هنتابعها، والدكتور علاء برضو لن يتهاون وهيكون معانا ويوجهنا صح، واحنا ان شاء الله هنتحرك فيها، وان شاء الله خلال باذن الله يمكن خلال حلقه او حلقتين ان شاء الله تسمعوا خبر كويس. دكتور معانا تقرير تاني مهم جدا جدا ومحتاجين خبره حضرتك، فاستسمع حضرتك نطلع للتقرير ونرجع مره تانيه، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما وابدا قمره اراده جيل بتنتقل الى كل شيء مهم يهمنا في صحتنا، يهمنا في حياتنا، يهمنا. نوجه رساله لوزيره البيئه، لجميع الوزراء، احنا النهارده في منطقه
في قرية البراجيل، منطقة اسمها منطقة الخضيرة، ترعى عندنا مصرف. المصرف دوت مردوم، مفيش منه أي منفعة نهائي خالص، مفيش فيه أي مية عشان تروي زرع. الغيطان كلها بتشرب من بنظام الأسون، ولكن الترعة دي ما هي إلا مكان للأمراض، مكان للوباء، مكان عشان تضر صحتنا. مين اللي بيدفع الفاتورة؟ اللي بيدفع الفاتورة المواطن البسيط. بعد كده الدولة بتدفع معاه الفاتورة، لأن هي اللي بتبقى ملزمة إن هي تعالج المواطن. ولكن أنا بناشد وزارة الري، النهاردة ترعى زي دي مفيش فيها أي قيمة خالص ولا فيها أي منفعة، ليه أنت النهاردة ما نتردمهاش ونعمل توسعة للطريق، والطريق دوت بدل ما يبقى ضيق ويزل المواطن نخلي الطريق دوت 10-12 متر، ونبدأ نخف الضغط النهاردة على الطرق الرئيسية. بناشد النهاردة كاميرا إرادة الجيل بتناشد السيد المحترم وزير الري، وبتناشد السيدة الوزيرة المحترمة وزيرة البيئة. أظن المنظر واضح، ومكان الوباء ومكان الأمراض واضح، يرضي مين الترعة ديت والمنظر ده؟ كاميرا إرادة الجيل كانت معكم، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين، انتقلت إرادة جيل عشان تعمل لقاءات مع المواطنين، المواطنين اللي مندرين، المواطن اللي بيدفع ثمن صحته اللي هي أغلى حاجة في حياته، اللي هي صحة البني آدم، اللي بيقدر من خلالها يتحصل على قوته وعلى أكل عيشه. ودلوقتي كاميرا إرادة جيل انتقلت لأحد المواطنين، وناخد رأيه دلوقتي ونتعرف عليه. اسمه حضرتك؟ عبد الخالق ربيع عبد الخالق. طيب ايه راي حضرتك في المشهد ده؟ والله المشهد ده هنا احنا عايشين هنا في الوباء ده بقالنا اكتر من 20 سنه كويس، والترعه دي ما فيش منها فايده ولا عايده، ما فيش الا بتاع الكراكه بيجي ينظفها كل سنه، بحيث ان انت برضه بيطلع لها ميزانيه تحسبه 100,000 ولا 150,000 بياخدوهم بتوع الصرف الصحي وفضينا الليله، وما بيعملش حاجه، يا ريته بيعمل حاجه. والمصرف ده مش شغال بقاله اكتر من 20 سنه برضه، مالوش فايده ولا له عايده. طيب المصرف دوت امداداته لحد فين؟ امداداته لحد الخنازير اخره ومردوم. طيب شغال؟ لا مش شغال، واللي بعد منه مش شغال. يعني افهم من كلام حضرتك ان المصرف دوت من قدام مقفول خالص؟ خالص. لحد هنا؟ لحد هنا كل ده مقفول، حوالي 600 متر هم مقفولين. تمام. طب ايه الرساله اللي توجهها للمسؤولين، للسيد وزير الري وللساده وزيره البيئه؟ والله اللي انا بنادي عليه، احنا عايزين نخلص من المصرف ده لانه ما فيش منه فايده ولا عايده، وبعدين هتدور على الاراضي الزراعيه، ما الناس كلها باعت الارض وبناتها بيوت، هتدور على ايه تاني؟ ما بقاش جنبنا هنا. بعيد عن البيوت اللي اتبنت وبعيد عن كده، انا اسال حضرتك سؤال، انت شايف ان الترعه دي ليها اي قيمه؟ لا ملهاش اي قيمه، عامله ناموس وعامله فران وعامله تعابين وعامله كل حاجه، والناس بتجيب المخلفات من اخر الدنيا بترميها هنا. طيب انا شايف ان الترعه دي حاليا، انا جيت دلوقتي ما فيهاش ميه، هل كان فيها ميه قبل كده او بتروي اي غيط؟ لا دي مصرف صرف، مش ميه للري، ده مصرف صرف صحي ملوش لازمه ولا حد بيستفاد منه باي حاجه. يعني لو اتردى ما يأذيش حد؟ مش هيأذي اي حد، ده الحته هتنضف على الاقل، حتى الناس طول ما في ناس ماشيه يبقى في مكان نظيف. الشارع ده عرضه كام؟ حوالي 39 متر 35 سنتي. يعني انت بتكلمني في شارع النهارده رئيسي مؤدي الى مدينه اوسيم؟ مؤدي الاوسيم، اخره عند السيد ابراهيم. يعني افهم من كلام حضرتك ان هو ممكن يخف الضغط عن الطرق الرئيسيه؟ هيخف لو اشتغل، يخف حتى لو واحد معدي، بدل ما يلف 3 كيلو ويجي من عند مشي الاوسيم هيمشي من هنا. اظن الرساله واضحه، وهنعرف مين المسؤول عن الفساد دوت، فانتظرونا ان شاء الله. وما زالت كاميرا إرادة الجيل بتاخد رأي المواطنين في المشهد المشين، في المشهد الفظيع اللي احنا شايفينه قدام عينينا دلوقتي. ونتعرف بحضرتك. انا اسمي جمال هنداوي من البراجيل. حضرتك من البراجيل، هل من سكان المنطقة؟ من سكان المنطقة وعندي البيوت بتاعتي قدام. طيب المنظر المؤذي ده انت عايش فيه ازاي؟ غصب عني هعمل ايه، نكلم الوحدة المحلية مفيش استجابة من اي حد، اكلم اي مسؤول برضو مفيش استجابة، تاني لما وصلت المجلس لأعضاء مجلس الشعب برضه ما فيش أي استجابة، اتكلمت عن الحشائش الموجودة في الترعة، والترعة أصلا مش سالكة وناشفة، وزي ما تقول عند أو ما تعرفش حتى في الوقت. طب الترعة دي في فايدة أصلا لأي غطان أو بيتروي منها غطان؟ أي ما فيهاش أي، مسدودة من قدام، من أم قدام مسدودة خالص، ومن قدام هنا مسدودة تاني. تمام. يعني الحته دي كلها ما فيهاش ميه خالص ولا فيها اي مصالح. طيب توجه ايه رسالتك للساده المسؤولين، للسيد وزير الري والسيده الفاضله وزيره الصحه؟
والله يدوا نظره للناس اللي هنا التعبانه دي من البيئه ديك والامراض والحيوانات اللي بتموت وبيرموها هنا، وزي ما انت حضرتك شايف وبتصور كل حاجه على الطبيعه اهي. هو ده كان راي المواطنين اللي عايشين في الوباء. اظن يعني بناشد السيده الفاضله وزيره البيئه والسيد الفاضل وزير الري، يا ريت ترعى، ملهاش اي قيمه، ملهاش اي وجود، انت لو ردمتها مش هتاذي اي حد خالص. فانتظرونا مع اراء بعض المواطنين. دلوقتي كاميرا اراده جيل في مكان الساده المشاهدين هيستغربوا له جدا. احنا دلوقتي في وسط الترعه يا معالي وزير الري، احنا دلوقتي في وسط الترعه اللي المفروض ان دي ترعه للري، ان هي تروي الغيطان. ترعه ملهاش وجود، ملهاش اي قيمه، بقت مكان مصرف ملوش اي وجود خالص، مصرف ملوش اي تواجد نهائي، كله قمامه كله زباله. وما زلنا دلوقتي بناخد اراء المواطنين في هذا المصرف اللي ملوش اي وجود وملوش اي لازمه، ان لو اتردم يكون افضل. ممكن اتعرف على حضرتك؟ شحات عبد الكريم عبد الحي حمد. طيب انت حضرتك شايف المنظر دوت، اكيد انت حضرتك من سكان المنطقه. طلع بيتي هنا اهوك، وبعدين العيال من الدخان عندهم حساسيه، والمصرف ملوش اي لازمه هنا خالص، وزباله وقرف ووجع قلب، وبيطلع تعابين وبيطلع حاجات مش كويسه. طيب المصرف ده ليه اي وجود او ليه اي لازمه؟ لا ملوش اي وجود خالص ولا له اي لازمه. تمام. طيب انت لما بتتوجه للساده المشاهدين بيقولوا لك ايه؟ يعني الساده للساده المسؤولين بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا روحوا بعد هنيجوا وراك وما حدش بيجي ولا حد بيسال فينا. تمام، نتعرف على حضرتك. جمال محمد مبروك الحومي. تمام، انت حضرتك من سكان المنطقه؟ ايوه من سكان المنطقه. طيب ايه رسالتك للساده المسؤولين على المشهد ده؟ والله انا صليبت كذا مره بردم المصرف، وعم جمال هنداوي ردموه، وجه الري اشتكاه، ولا مؤاخذه راحوا فاحتينه تاني. ومن قبل العيد بيومين جه المجلس المحلي قلنا له تعالى مؤاخذه شيل البتاع ده، راح جاي قال لك ايه حاضر، وسابنا ومشي، وما حدش سالفنا لحد دلوقتي. طيب الري ما ردمش ليه؟ هل المصرف دوت نافع اي غطانه واي مكان؟ لا مش نافع اي حاجه. تمام، مش نافع. المصرف دي صرف كده، واخر مؤاخذه مردوم ان الاخر من عند الخنازير هناك. يعني هو في الاساس مردوم؟ مردوم. طيب لو حبينا نتعرف على حضرتك. انا عصام ابراهيم فؤاد. تمام، تقول ايه على المنظر ده؟ والله يا دكتور احنا هنا قاعدين، يعني انا هنا قاعد بقالي 5-6 شهور، لسه عم جمال مكلم حضرتك دلوقتي دي زباله، ويعني المصرف ملوش اي ولا شغال في المايه، والزباله دي 24 ساعه ناموس واطفال بتقع فيها، وعلى فكره حراميه برضو بتستخبى في قلب المصرف ده، احنا بنخاف على عيالنا. الدخان بيموت الناس، كل الزباله اللي انت شايفها دلوقتي حوالي 12 شارع بيجيبوها في قلب المصرف ده، وبتوع الوحده المحليه ولا بيهم ولا عليهم ولا بيسالوا. احنا وقفناهم انا وعم جمال وقلنا لهم لو شلتوا الحاجات دي احنا هنراضي الناس، ما رضيوش سابونا ومشوا. طيب لو حبيت اسال حضرتك سؤال صريح وواضح، المصرف ده مكان حاليا دلوقتي للنفع ولا للضر؟ للضر طبعا يا دكتور. اظن الرساله وصلت للساده المسؤولين، ان شاء الله انتظرونا في اراء بعض المواطنين من سكان المنطقه. كاميرا اراده الجيل، فانتظرونا. وما زالت كاميرا إرادة جيل بين المواطنين اللي بيدفعوا فاتورة غالية، أغلى فاتورة هي فاتورة الصحة، اللي بيناشد بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي عمل حملة 100 مليون صحة عشان يحافظ على صحة المواطن. وما زلنا دلوقتي مع آراء المواطنين في الوباء اللي احنا شايفينه. ممكن نتعرف عليك اسمك عم الحاج؟ علي محمد كامل، من المنطقة اللي هي فيها الزبالة وفيها القمامة دي، وأنا عندي 2 أحفادي كل يوم للدكتور بالنسبة للزبالة دي والريحة الوحشة. في ناس بتيجي بترمي حاجات مخلفات هنا في الترعة، وبنتكلم كتير، وقلنا لبتوع الوحدة المحلية قالوا احنا مالناش دعوة، احنا هاتولنا قرار من وزارة الزراعة واحنا ايه نقدمها لكم. طب هل المصرف دوت ليه اي وجود او ليه اي نفع؟ والله العظيم لو ليها اي وجود او نفع اي زراعه، احنا عايزين نزرع مش عايزين نبور. يعني افهم من رساله حضرتك ان المصرف دلوقتي بقى هو مصدر ومنبع للوباء والامراض لكل الناس وكل الامراض بس. تمام. هو للامراض بس مش اكتر من كده. طيب لو ليه منفعه للزراعه احنا على عيننا وعلى راسنا مش هنتكلم. طيب لو حبينا نتعرف على مرزوق محمد مبروك. طيب ايه اللي انت شايفه او ايه رايك في المشهد المسيء ده؟ والله الصوره قدام من حضراتكم، كل المكان زي ما انتم شايفين، وباء ودخان ربو وزباله، كل حاجه وحشه. ايه رسالتك للساده المسؤولين؟
والله اتمنى ان هم ينظفوا لنا المكان دوك ويردموا لنا المصرف دوك ويشيلوا لنا الزباله دي، على الاقل نقعد في مكان نضيف شويه. طيب لو سالتك سؤال عاوز اجابه صريحه، هل المصرف ده فيه اي نفع ليكم؟ مفيش، الدوك كان نافع لما الارض دي كانت بتزرع، دلوقتي الارض دي مش بتزرع، كل اللي جنب منه ده مفيش، مفيهوش اي افاده، لو في اي افاده ما كانش بقى الزباله. وعاوز تشوف الافاده انزل وبص فيه، فين المايه؟ فين الكلام اللي فيه؟ مش عارف. اظن ده اراء المواطنين، ولو تتوجه معايا استاذ سعيد على المنظر المشين. احنا دلوقتي مش في مصرف للمية، احنا في مصرف للامراض والوباء، واللي بيدفع الفاتورة المواطن البسيط هو اللي بيدفع فاتورة الاهمال وفاتورة الاماكن اللي هي مش مفيهاش اي نفع ولا لها اي وجود ولا لها اي لازمة عند المواطن. مصرف ما بينفعش، مصرف ملوش اي لازمة ولا بيسي اراضي، ما هو الا مصدر للوباء، مصدر للامراض للطفل وللست وللرجل. هي كاميرا إرادة الجيل انتقلت معاكم بالصوت والصورة، فانتظرونا. وما زالت كاميرا إرادة الجيل بتستمع إلى آراء المواطنين في الوباء اللي موجود في هذا المصرف، المصرف الموبوء اللي هو لا قيمة له ولا منفعة له. تعرف على حضرتك؟ السيد علي عباس علي. من سكان المنطقة؟ اه سيادتك، قاعدين هنا. طيب حضرتك بتعاني من ايه في وجود هذا المصرف؟ الوباء اللي احنا فيه دوك والحاجات الميتة ديك والدخان ما بنعرفش نقعد منه، الزبالة، الحاجات الميتة، والمصرف ده اصلا ملوش صرف ولا له قيمة اصلا له. احنا ده كان مدفون، كانت فاحت سيادتك هم جم بتوع وزاره الري وفحتوه تاني عشان خاطر 100 جنيه الراجل ده مأجر بها البنتيك ده، ملوش اي لازمه اصلا. احنا بعيد عن اتهامات او اشاره لاي اتهامات لاي احد، انت شايف ان المصرف ده ليه اي نفع؟ لا ملوش اي نفع طبعا، وباء لنا هنا في المنطقه، يعني المرض وجاب لنا الناموس وجاب لنا الحشرات وفي تعابين. المصرف ده لو اتردم هيأذيك انت في حاجه؟ لا مش هيأذيك. طب هيأذي الغيطان دي في حاجه؟ لا مش هيأذيها طبعا في اي حاجه. زي ما سمعنا ده هيل عليهم عشان احنا ننظفه، ويوم ما يجي يشيلوا الزباله دي ونديهم فلوس وهنجيب شجر وهنحطه هنا وهنزرع وننظف المنطقه، ما حدش راضي يستمع لنا في حاجه. هو ده كان اراء المواطنين. كاميرا الجيل انتقلت بالصوت والصوره، فانتظروا. أظن الرسالة وصلت للسادة المسؤولين ووصلت كمان للسادة المشاهدين. ألفات من المواطنين يسكنوا هذه المنطقة، ألفات من الأطفال، ألفات من النساء، ألفات من الشباب بيعانوا في ظل الوقت اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب فيه بصحة المواطن و1000 و100 مليون صحة علشان لخدمة المواطن المصري. بسبب الإهمال المواطن المصري بيعاني. هذه رسالة من كاميرا إرادة الجيل نزلت تعايشت مع الناس وتحاكت مع الناس وتحاورنا مع الناس، والناس حكوا اللي جواهم. ورجعنا لكم مرة تانية السادة المشاهدين. دكتور علاء، مصرف ملوش أي وجود، ملوش أي لازمة. هو بس في مفهوم خاطئ عند المواطنين في الفرق ما بين الترعة والمصرف. تمام. ده مصرف مش ده مصرف، ده مصرف يا فندم. المصرف في المنطقة الزراعية دوره الأساسي هو سحب كمية المية الزيادة من الأراضي الزراعية بما فيها بقى من مبيدات وتسميد وكلام ده، بينزل في المصرف على عمق معين عشان يكون ليه طريق في التخلص. طيب من هذه ده بقى له أكتر من عشرات السنين، 20 سنة 15 سنة بنفس الطريقة. الناس أهل الحي مش هيناموا جنب المصرف، بيجي واحد من خارج المنطقة معاه بهيمة ميتة، معاه زبالة، معاه أي حاجة بيروح رميها. أصحاب الحي المنطقة دول بالصبح بيلاقوا ريحة نتنة، دخان، حاجات فظيعة، مش قادرين، حساسية على الصدر، أغلبيتهم بدأ دلوقتي يتوجه المستشفيات. وفي ظل أيام الكورونا يروح المستشفى، طبعا أنت عارف الأزمة اللي احنا فيها، مفيش، ناس بتتعب بتعاني أكتر. فشايف إيه الحل يا دكتور السريع عشان المصرف ده يتردم؟ إيه الحل؟ نتوجه فين؟ هو أولا يعني سلوك خاطئ بشري، يعني طبعا في إلقاء مخلفاته والحيوانات النفقة في قلب المجاري المائية اصلا، يعني حتى النيل ممكن يكون عرضه للكلام ده. لكن الطرق الشرعيه والقنوات الشرعيه هي المسؤوله اصلا في الاساس عن تطهير هذه القنوات. البني ادم او الانسان او المواطن بمعنى اصح
بيتجه للجهات الغير مسؤولة يعني. تمام. طب انا دكتور عشان اردم بقى المصرف ده ايه الطريق الشرعي اللي ناخده؟ القنوات الشرعية. ايه الواحد؟ ده مصرف يعني وزارة الري مسؤولة. وزارة الري. هيئة الصرف. طيب انت حضرتك يا فندم. وده يمكن جه في التقرير واحد ذكر قال صرف صحي هو لا يتبع الصرف الصحي. تمام. يعني عشان بس لما فهمنا ده صرف زراعي يبقى. طيب الطلب ده يا فندم بنعمله وبنمضي عليه اهل الحي؟ ولا ايه ولا مالوش ولا ويحطه في القناه الشرعيه بتاعته بيروح هيئه الصرف واللي هو الزراعي ويودي عن طريق ممكن يخاطبه مجلس المدينه ومجلس المدينه يخاطب الجهه دي او شكوى مباشره لقلب وهنلاقي استجابه سريعه استجابه هنلاقي الاستجابه سريعه هو ذكره في قلب التقرير ان في كراكات بتيجي تنظف تمام يعني الكراكات دي بتبقى جايه ما بتنظف وما فيش ميه الجهه المسؤوله على انه موجود عنده ليه واقع لو كان ملوش لازمه زي ما بعض الناس بتقول يعني بعدم وعي كانت الجهه نفسها بدرت بردمه تمام او ما لجأتش لتطهيره. بص يا دكتور هو ملوش وجود وملوش لازمه تمام لان هو من قدام بص يا دكتور انا من قدام من عند منطقه الزرايب كده الخنازير مردوم خالص مردوم متساوى وده للاسف ان هو في الطريق اللي موصف لمنطقه الزرايب اللي عربيات القمامه بتجمع وبتروح ترمي هناك عشان طيب انت شايف معاليك يا فندم اللي احنا نعمل طلب فعشان كده ونقدمه يعني بعض الناس بتسلك سلوك طيب يعني احنا نعمل الطلب يا دكتور ونقدمه للمجلس المدينه تمام. او لوزاره الري او جهه الصرف الري على طول انا طبعا احنا طبعا لسه هنستفاد من حضرتك فكرة كتير على فكره هو قانونا يعني في ناس تقول لك اغطي طب ما هو اغطي دي ليها شروط وتقنين معين وفي الغالب ما بيلجأوش لتغطية المجاري المائية إلا في المناطق اللي داخل الكتلة السكنية لكن ده كتلة سكنية ده عدد ألفات مؤلفة موجودة في المنطقة دي للأسف لكن أنا شايفه هو بيصوره في مناطق زراعية في لا بص دكتور أنا طبعا بشكر حضور حضرتك الكريم النهاردة وأكيد أنا بطمن أهل البراجيل بطمن اولا اهل شارع امام لازعر اطمئنوا الموضوع ان شاء الله مش موضوع شو اعلامي لا هيبقى في صدد للحل ان شاء الله باذن الله بالنسبه لموضوع الصرف وكمان موضوع المصرف دوت ان شاء الله هنعمل بيه طلب وزي ما وعدنا الدكتور قال ان هم ان شاء الله باذن الله يكونوا في اجراءات سريعه لان ممكن احنا شايفين في وجهه نظرنا ان هو ملوش قيمه في وجهة نظرنا ولكن هو موجود عند الري ان ده خريطه وليه قيمه وبيخدم مناطق وبيخدم معين. اماكن وهو في الحقيقه ما بيخدمش فمين يقدر يفصل في الموضوع دوت الري لما نقدم له الطلب ونلفت نظره للحته ديت احنا طبعا مع اهل البراجيل ومع جميع الناس قلبا وقالبا وهيكون لنا ان شاء الله تواجد واكيد الوجيعه بتاعتكم وصلتنا وانا بعتذر لاهل البرجيل اهلي اللي انا ما شفتش الوجاهه دي من زمان وحاسب بيها وبشكركم جميعا وبشكرك يا دكتور على حضورك وان شاء الله انتظرونا في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.